بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجديد في الاجتماعيات، المستوى الرابع، صفحة 49، مادة الجغرافيا، تقويض ودعم الوحدة الثانية. إذن التمرين الأول، ولاحظوا المشهد الأول. المشهد الأول هو مشهد من شاطئ مولاي بوسلام، هناك بحيرة شاطئية، هناك منطقة خضراء، هنا مخيم، هنا شاطئ الاصطياف، هنا الميناء الصيد التقليدي، وهذه هنا كنشوفوا الرسم أعلى هنايا كاين وردة الريح اللي كتحدد لنا الشمال، الشرق، الغرب، الجنوب. إذا ألاحظ المشهد الأول، أرصد مكوناته الطبيعية ومنشآته البشرية. إذا لا بغينا نقولوا منشآت طبيعية، المنشآت الطبيعية نعطيوها أرقام مثلا. إذا كاينة منطقة خضراء، هذه منشأة طبيعية، كاين هاد البحيرة الشاطئية، هاد البحيرة ديال واحد، جوج، كاين شاطئ اصطياف، ثلاثة، من هادو المنشآت الطبيعية. المنشآت البشرية يعني شنو هي البشرية؟ هي من صنع الإنسان، المنشآت البشرية. إذن المنشآت البشرية نقدر نقول المخيم دارو الإنسان، يعني واحد، أربعة عفوا، أربعة. كاين ميناء الصيد التقليدي، خمسة، هادو منشآت بشرية. وحددوا الجهة التي يقع فيها المخيم بالنسبة لميناء الصيد التقليدي. إذن هنا سنتعلم كيفية استعمال وردة الرياح. إذن فين هو المخيم؟ هو هذا رقم 4، ميناء الصيد التقليدي هو رقم 5. إذن أين يقع المخيم بالنسبة للميناء؟ إذن كنلاحظوا هنا وردة الرياح، ها الشمال، ها الجنوب. إذن ميناء الصيد التقليدي هو في الجنوب، والمخيم يقع شمال الميناء التقليدي. إذن المخيم، نجاوب على هذا السؤال، المخيم يقع شمال الميناء، شمال الميناء. إذن هذا هو باستعمال وردة الرياح. حنا كنشوفو مزيان، شوف هنا وردة الرياح، المخيم في الشمال وها الميناء في الجنوب. إذن ولا بغينا نزيدو مثلا هذا البحيرة باش كتوقع في الشاطئ، أن البحيرة مقارنة مع المخيم أو الشاطئ أو المنطقة الخضراء تقع في الغرب. إذا غرب المخيم كاينة البحيرة الشاطئية، ولا بغينا نقولو المخيم كيوقع بالنسبة للبحيرة الشاطئية، فالمخيم يقع شرق البحيرة الشاطئية. إذا هاد البحيرة الشاطئية المخيم كيجي في الشرق ديالها. إذا أنقلو الرسم المشهد الثاني على دفتري، هذا اللي خصنا ننقلو على الدفتر ديالنا هو هذا. إذا نحاولو ننقلوه، نحاولو نرسمو هاد الرسوم اللي كاين هنا، ونديرو الألوان اللي كاين هنايا، وأتمم باختيار الرموز لباقي مكوناتي وأضع له مفتاحا. إذا هنا كاين عندنا هنايا الشاطئ ديال الاصطياف، هو درنا له هذا اللون. باقي عندنا البحيرة هنا الشاطئية، خصنا نديرو لها مثلا رموز، مثلا نقولو دائرة، مثلا هذه بحيرة شاطئية، بحيرة شاطئية. باقي لنا المخيم، غنديروه هنا الفوق، مثلا نقولو المخيم هو هذا مثلا. ناخذ له مربع، مخيم، منطقة خضراء، ندير له مثلا مستطيل فيه مزروعات خضراء باللون الأخضر. إذا منطقة خضراء، والميناء هنا غادي ندير له مثلا الشكل الهندسي ميناء. ولكن هذا يعني اننا خصنا نحطو المفتاح هنا اسفل، مثلا اسفل الرسم الهندسي، ونجسدوه مثلا، نقولو نعبروا على هادشي اللي كاين عندنا هنا، نحطوه هنا في هاد المفتاح. هذا هو المفتاح، يعني الا ما كانش عندنا هاد المفتاح مع الرسم الهندسي ما غنفهموش شنو عندنا هاد الرسومات اللي كاين هنا.
أرفق الرسم بالمقياس باعتبار أن سنتيمترا واحدا على الرسم يمثل 30 مترا في الواقع. إذا هنا مقياس هو غادي نحطه هنا وندير المقياس هو هذا. إذا كل سنتيمتر هو 30 متر. إذا هذا هو المقياس. بحيث إلى عبرنا سنتيمتر هنا في التصميم فهو 30 متر في الواقع. دائما يجب الاهتمام بانه الانتباه الى انه التصميم الهندسي او الرسم الهندسي يجب ان يحترم المفتاح كما سبق الاشاره اليه هو المقياس اضافه الى ورده الرياح التي تحدد موقع الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب. اذا هذا هو الاهميه ديال الرسم الهندسي. ننتقل الى التمرين الثاني. ولاحظوا المشهد في الصوره 3. الصورة 3 يعني مشهد من البادية بمناطقنا الجبلية. أحاول أن أجيب على الأسئلة. أحدد الأرقام التي تدل على أراضي مرتفعة. إذن فينما الأراضي مرتفعة هنا في المشهد ديال البادية هي رقم 1. إذن أنا كنشوف هنا الأراضي المرتفعة. إذن الأراضي المرتفعة هي رقم 1. المنجزات البشرية هذو كلهم منجزات بشرية، مغروسات والزراعات منوعة ومتنوعة والبناية السكنية. إذن جوج وثلاثة هي المنجزات البشرية. إذن الأرقام التي تدل على الأرض المرتفعة هي 1، والأرقام التي تدل على المنجزات البشرية هي 2 و3. نستعين بوردة الرياح. دائما نفس الشيء نستعمل ونستعين بوردة الرياح وأحدد ما يوجد شمال القرية وما يوجد جنوبها. إذن هنا على المشهد قرية بغينا نعرفوا شنو كاين في الشمال. إذا الشمال إلا مشينا للشمال هو هذا الاتجاه الفوق. إذا الشمال كاين فيها رقم 1 هو المرتفعات. إذا في الشمال شنو كاين؟ كاين أراضي مرتفعة. أراضي مرتفعة مرتفعة. وشنو كاين في الجنوب؟ الجنوب كاين الزراعات المتنوعة والمغروسات الشجرية. إذا كاين الزراعات المتنوعة والمغروسات الشجرية. يعني كاين جوج، كاين هادو جوج الجنوب وهادو الشمال. يمثل اللون الأخضر هو هذا اللي هنا في المشهدين في المشهد نشاطين فلاحيين عفوا أذكرهما. إذا هنا عندنا جوج أنشطة في اللون الأخضر. كاين جوج أنشطة فلاحية. النشاط الأول هو المغروسات الشجرية، يعني غرس الأشجار مثلا التين والزيتون إلى آخره، الرمان يعني جميع أنواع الفواكه هنا، والزراعة متنوعة أخرى، زراعات ديال الماشية كديال الكلاء أو زراعات صغرى ديال مثلا ديال النعناع ديال المعدنوس إلى آخره. يعني هنا هادو هما الزراعات اللي كاين هنا في الرسوم. أضع مفتاحا للرسم. إذا هنا عندنا ثلاثة ديال المسائل اللي نحطوها في المفتاح اللي خصنا نديروها. عندنا المفتاح ديالنا خصو يكون فيه ثلاثة ديال الحوايج. المسألة الأولى هي الأراضي المرتفعة، هذا المفتاح باش غنرمزو لها. الأراضي المنازل السكنية بقاع القرية باش غنرمزو لها، والمغروسات والزراعات باش نعرفوا. اذا عندنا ثلاثه نحتفظوا بهذا. ممكن نستعملوا نفس الالوان والاشكال الهندسيه. ممكن نختاروا الاراضي المرتفعه، نختاروا لها المثلث، هذه نختاروا لها مثلا المربع، وهذه نختاروا لها المستطيل. طبعا تعال باحتفاظ بنفس الالوان. هنا نديروا مغروسات في اللون الاخضر، هنا القريه باللون الاحمر، البنايات السكنيه، وهنا مرتفعات باللون البنفسجي. اذا هذو هما يعني المفتاح. قلنا المقياس، احسب طول المشهد في الواقع. اذا نفس التمرين اللي قمنا به في السابق، احسب طول المشهد في الواقع. يعني المشهد هو امامنا هنا، غادي نحاولوا نحسبوا الطول ديالو في الواقع. اذا لمعرفه طول المشهد في الواقع، لمعرفه طول المشهد في الواقع يجب معرفه طول المشهد في التصميم. اذا المقياس اولا اش يقول المقياس؟ شنو تيقول؟ تيقول لنا أن سنتيمتر هو 50 متر في الواقع. إذا ها هو سنتيمتر
يساوي أن سنتيمتر واحد يساوي 50 متر. هذا في التصميم وهذا في الواقع. إذن لاخذنا سنتيمتر هنا راه هو 50 متر في الواقع. إذن لحساب يعني طول المشهد، طول المشهد هو هذا، طول المشهد في الواقع. كيفاش غنديرو نحسبوه؟ إذن لمعرفة طول المشهد في الواقع هو العملية الحسابية، طول المشهد في الواقع. غنديرو القاعدة باش نعقلو عليها. المشهد في الواقع يساوي طول المشهد في التصميم مضروب في المفتاح، المقياس اللي كاين في المفتاح. إذا هنا هذا هو القاعدة العامة. والعكس، إلا بغينا ننتقلوا من المشهد في الواقع للمشهد في التصميم، يجب قسمة المشهد في الواقع على المقياس باش نشدو طول المشهد في التصميم. إذن هنا هذه الحالة لحساب طول المشهد في الواقع. إذن طول المشهد، طول المشهد في الواقع، إذا خصنا نعبروا المشهد في الواقع شحال كاين، شوفوا المسطرة ديالنا، ناخذ المشهد في الواقع في التصميم عفوا، هو تقريبا 7.2، ناخذ مثلا 7، هذا 7 سنتيمتر. إذا في مضروبة في 50، إذا تساوي 7 مضروبة في 50. العملية أمامكم هنا، 7 مضروبة في 50، 7 35. إذا طول المشهد في الواقع هو طول المشهد في الواقع هو 350 مترا. هذا ما يبين أهمية المقياس وأهمية المفتاح وأهمية وردة الرياح. وردة الرياح تمكننا من معرفة موقعنا ومعرفة الاتجاهات الأربع، الشمال الجنوب الشرق الغرب. المقياس يوازن ما بين أو يناسب يعني المسافة أو القياسات أو الطول في المشهد والواقع، باش نعرفوا نجسدوا الرسم ديالنا الهندسي يكون متوازي ما بين القياسات في الواقع والقياسات في التصميم. والمفتاح لقراءة ما يوجد بالتصميم ديالنا، يعني ملي كنشوفوا مثلا هنا كنشوفوا هذا المثلث، كنعرفوا هنا بهذا الرسم هذا شفنا هذا المثلث بهذا اللون هذا، كنعرفوا راه الشاطئ. اذا خصنا نديروا في المفتاح الشاطئ خصو يكون بهذا اللون هذا. اذا هادو هما الاهميه ديال المقياس والمفتاح ووردة الرياح. شكرا والى اللقاء.